وكاين تاني حمد الله تاني صورة مؤسفة تاني. نعم بين الصورة المناصر نعم صورة واللاعب يعني اسمح لي أنا وجي نعرف اللاعب هذا خالوق لاعب خالوق حمد الله وين هداف تاع الفريق تاع الاتحاد دونك المناصر اليوم ما عندوش حق باش يضربوا مام. تحية للإعلام الجزائري اللي كيجيب الأخبار من الفيسبوك، أبغى يهضر على هذا المشكل اللي وقع لحمد الله، مشى للفيسبوك لقاهم بارطاجين واحد التصويرة على أساس راه هذاك حمد الله جا قال لهم شوفوا حمد الله هو مضروب، يا ودي هذاك راه شي واحد بغى يجيب تفاعل ودبر على هذيك التصويرة يعلم الله منين طاح عليها وقال لهم ها هو حمد الله، هذاك راه ماشي هو حمد الله، راك صحافي وإعلامي وهذه قناة وما كتنشر فيها شي حاجة حتى كتأكد من المصدر ديالها، وانت مشيتي للفيسبوك لقيتيهم بارطاجوا واحد التصويرة هزيتيها جبتيها ها هو حمد الله، فسمعوا شنو قالوا على المشكل اللي وقع الحمد لله، وهذه النظرة الدونية عند السعوديين اللاعبين ديال شمال افريقيا مقارنة مع اللاعبين ديال اوروبا، وسبق لنا جبنا فيديوهات ديال الاعلام السعودي كيقولوا لهم راه حمد الله متألق كيجيب اهداف لا يمشي بحاله، بنزيما ما عطاش 5% من داكشي اللي عطاه حمد الله يبقى، علاش؟ لأن هذا من شمال افريقيا وهذا اوروبي. فخليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. من النهايه ما يحدث في الدوري السعودي امين اكساس، بنزيما يطالب باسماء اخرى وبانه لم يتفق مع اداره النادي على مثل هذه الاسماء بعد الخساره في النهائي امام الهلال. لاعب الاتحاد ايضا حمد الله تعرض للضرب بطريقه نوعا ما مهينه، ولو انه المناصر يقول بانه حمد الله هو الذي رشقني بالماء وطالبته فقط بالرحيل لكنه تجاوز حدوده لذلك اعتديت عليه. اللاعب سحب شكواه بعد توقيفه من طرف الامن. هل تعتقد انه هذه الاسماء الكبيره على غرار بنزيما، رونالدو اللي خرج بالبطاقة الحمراء نهاية هذا أو الأسبوع الماضي، نيمار المصاب منذ مدة، هل أخطأت ربما التقدير بالانضمام حسب رأيك للبطولة السعودية التي عرفت انتعاش بهذه الأسماء، لكننا نشاهد ما يقدمه كوليبالي، كونتي، الحارس أيضا بونو، بعض الأسماء اللي كانت في البطولة الأوروبية لم تقدم المستوى المرجو في في البطولة السعودية. أنا بدأ لك الكلام تاعك الأخير، أنا مش تكلم دوك على بونو وعلى على كوليبالي بنزيما كوليبالي نعم الأهلي سي أحسن فريق في نحكيك دوك أكتوال مو أحسن فريق الهلال السعودي الهلال السعودي ربح ضد الناصر ربح ديجا راهو في المركز الاول هو بعيد بعيد وحاله والي 13 نقطة على النصر السعودي دونك اللاعبين هذوما كيما بنزيما بار اكزومبل ماشي نفس الاجواء اللي كان فيها في ريال مدريد ماشي نفس طريقه لعب ماشي مام مناخ تاع المكان بين مدريد والسعوديه يعني المحيط يختلف سي نورمال انت بنزيما حياته كاع في اوروبا ما دا راح شاف بطوله واحده اخرى مستوى واحد اخر دونك باينه بلي مش حتلقى نفس الاجواء كيما ريال مدريد مي واش راك تتحدد نتايا انا بون متتبع نتبع شويه اللقاءات اللي نشوف من ذاك الاتحاد اللي عندهم لاعبين وما يخفالكش غدوه العام اللي فات كان هو اللي فاز بالبطوله الاتحاد هو كان لماذا بنزيما ليس غير راضي عنده فابينيو وعنده كونتي جابوا هذا العام اللي جوا لماذا غير راضي على الاستخدامات يقول غير المدرب الاول ويريد تغيير المدرب الثاني يقول لهم المدرب هذا ربما لا يليق بالنادي هل تعتقد انه ربما يريد ان يحمل المسؤوليه لانه كل الامال وكل الانظار موجهه اليه انا جاب يا ربي الضغط هذا ضغط زائد باسكو مام الاعلام السعودي تكلم بزاف على بنزيما وما راهوش يسجل اهداف كثيره انت كنت تكومباري بينه وبين حمد الله احسن منه كل لقاء تقريبا كل لقاءات يسجل فيها دونك سي نورمال يكون عليه الضغط باسكو هو النجم رقم واحد وما يخفالكش باللي او اللاعب عنده كره ذهبيه عنده عام ولا عامين من تحصل على كره ذهبيه سي نورمال حيكون عليه الضغط مي انا وش شفت كالكيو ماتش هكذايا عندهم فريق الاتحاد بالك الريزولتا ما مشاتش معاهم دوك ما على بالناش واش كاين اكزاكتومون داخل في الفيستيار الفريق علاش ما مشاش وكاين ثاني حمد الله ثاني صوره مؤسفه ثاني نعم بين الصوره نعم صوره واللاعب يعني اسمح لي انا وجي نعرف اللاعب هذا خالوق لاعب خالوق حمد الله وين هداف تاع الفريق تاع الاتحاد دونك المناصر اليوم ما عندوش حق باش يضربوا مام السور قال له كلام باش هو طرشوا بالماء
وبعد ما تضربوش انت بوسمه. وقاك طالبته بالرحيل، طالبته بالرحيل، طلبوا بالرحيل ما كاين حتى مشكل، بالك الاخر بالك مع الخساره ولا الحمد لله كانت الرياكسيون ديالو بالماء، بالك ماشي موالفين في السعوديه ما عندهمش، بالك سيفري ينتقدوهم ولا بالك في ليغرادا ولا ما عندهمش سبان ما عندهمش كذا، بصح دخل معك هذاك الشطرب، دخل الشطرب هذاك اسمح لي ما عادي شغلك في وسمو في كوري تضرب في وسمو. محمد صوره مؤسفه حقيقه، الصوره في لوتور دو موند ما تخدمش البطوله السعوديه، البطوله السعوديه ما رناش في عهد الجاهليه يعني تدخل الشطرب وتضرب اللاعبين، ما راكش انت سيبيروم على ماهوش يخدم عندك هذا يعني، لا ما انت مناصر تبقى انت مناصر، حتى ولو يخدم عندك ما تضربوش، ما تضربوش بهالطريقه هذه، ماناش عاد الجاهليه رضوان. نعم، ولكن اليوم الدوري السعودي نفخوه كثير الاعلام، خاصه الاعلام الغربي لما هاد اللاعبين اللي كانوا ينشطوا في اوروبا تنقلوا يعني باموال كبيره، اموال كبيره وعندهم اغراض ايضا، عندهم اغراض ما خدموش باطل هذا الاعلام تاع الغرب، ولكن نظن باللي انايا اليوم لما تشوف هذه الصوره هذه والكلام لما يتكلموا فيه اللاعبين الاوروبيين اللي موجودين في الدوري السعودي، انا نقراو ورانا نسمعوا، ما راحش المواسم القادمه ما راحش يخلي النجوم تاع اوروبا تلتحق بالدوري السعودي، ولو كان اموال طائله، ولكن بهالطريقه هذه نظن باللي عيب واش صرا بعد الصوره هذه. علي بن شيخ، تعليقك على هذه الصوره المؤسفه اللي ربما ستكون نقطه سوداء في البطوله السعوديه اللي عرفت انتعاش بحضور الكثير من النجوم، هذا من جهه، وهل تصرف هذا المناصر قد يبعد ربما نجوم الكره الاوروبيه للمجيء مستقبلا للبطوله السعوديه؟ والله انا عجبتني في الصوره هذه، عجبتني اكسيون، لو كان توريها ماذا بيها، مش عارف من توما معليش نقدر ما انتبهتوش ليها، ما انتبهناش يا خويا. على كل حال كان يوريها لنا الاخر، هاي الورثة هاي ليك، رجوع الى الاصل فضيله، هما موالفين يضربوا هكذا الخدامين وكذايا. هنا شوف سيدي يا خويا يضرب الشطرب هذاك النار دو بي ولا شوف كي طلع له لابس تريكو كحل، غير طلع له صوت له باش يعطيه السيد، هرب راه ما كانش وراه يرجعوا لهنا، وراي الرجوله شو وين راح تخبى، راح كاع يتيك يا اخي، انت راك باش تضرب كمل الضرب، كي صوطالو ماشي الجوار، صوطالو هذا لابس تريكو كحل، هذاك شوف استف. شوف كيفاش شو كاش يهرب ويضرب، شوف شو كي صوطالو، ها ما كاش تبحر ما كان لا رجوله لا والو، خلينا ترونكين. انا هنا رجوع الى الاصل فضيله، لا ستون ايماج اللي لا في لو تور دي مون، سيت اون اونت، عيب عيب. ولكن هنايا لو كان جاو لي جوار كاع هادو ايترونجي اوني تماتيك، سوا يحبسوا سوا يديروا حاجه اللي تزعزع العالم، باسكو سا سي سي سا روفيا ادي 1400 زون اريير، تولي القرون الوسطى هاد لي هاد لي مانيار هادوما. على كل حال انا مش حيرت انايا، بنزيما كيقولوا نحي لونترينور جيبوا لنا لي جوار، دوك بنزيما تا معروف عالمي معروف، تي ان كرون جوار، ديت بالون دور، واش راح تدير في السعوديه؟ راح تبروفي، راح تزيد تعمر، عمر بواش كاين وخلاص، العب برك واش كاين، راح تبروفي، واش راح تبروفي انت؟ بالون دور، ديت 40,000 كوب دوروب، مستوى عالي مع ريال مدريد، راه تما صلي عبد، عمر واحبط هنا، عاوكش ما تعاون خاوتك لا فامي في ليون والاخر، والزاوا ولا ودير الخير وتحبس تم. لو ميور يقعد في لابلانيت il a bien choisi سيميسي اسمو سيميسي سيميسي راح ليزيتازوني ما يضربو مولو يجيب غير لي ستار اللي تشوفهم في السينما يلعبوا كاع يجيبوا فاملت هوليك ميسي هما كاع في هوليود معروفين عالميين ويجيو يشوفوا ميسي ويشريو تريكوات ويشري في لي سوبر مارشي ما كاش الغاشي كارد كور من البعيد هذاك كارد كور تاع العراقي هذاك منا واو يحوس ويلعب فوتبول شباب الناس تصفق حضارة هاربين 100 مليار داني لا بيان شوازي راح يلعب فوتبال ومن طو يربح دراهم هنا ما اكسيونير في الكلاب هنا دراهم هنا راحوا يربحوا دراهم ناس دي ملياردير هاد لي جوار هادو ها رونالدو حتى ولا رونالدو يوريو له لي زاكسيون راه عطى لي بيت وكذا ما عرفش يخرج بومومو على كل حال مي هو قالنا راح يعمر انا نقول لهم يا دي اخي بنزيما كمل العب عمر الدراهم مليحكم بيانكم الفو ما يبد ما تحوس تبدل لا اونترينور لا ريان دي تو بصح يا بوكو جوار في المستوى العالي سافالور دوني ريفليشير هاد الضرب هذا يعني. كا
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيبعد نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.